والحزب اليوم الحمد لله كاين فرق كبير ما بين فعلا الحاله اللي كان فيه هذه 5 سنوات ولا 10 سنوات واليوم. هذه حقيقه كنعيشوا فيها في معلم في المدينه ديالنا اللي هي سلا، ولكن كنعيشوا في هذا الاجواء اللي كاينه على المستوى الوطني كامل. الحاجه الثانيه هي المستقبل افق، بحال اللي كتعرفوا اليوم الحزب هذا هو قوة المعارضة في البرلمان الأولى، وهذا بالنسبة لنا هذا واحد الدور اللي خصنا نلعبوه في هذا الربع ولا 5 سنوات المتبقية قبل من 2026، باش إن شاء الله نكونوا بحال اللي قال الأخ الكاتب الأول أخ دريس الشقر، نكونوا في المقدمة ديال الأحزاب اللي غادي تكون إن شاء الله في الانتخابات ديال 2026 الانتخابات البرلمانية. فيما يخص التنظيمات الحزبيه، انا ما كنظن ابتداء من هذا ان شاء الله من النتائج ديال المؤتمر خاص يكون العمل قاعدي على المستوى المحلي، على المستوى ديال الفروع، على المستوى ديال الكتابات الاقليميه، بحيث المؤتمر هذا اليوم وغدا غادي يكون انتخاب ديال المجلس الوطني وديال المجالس الجهويه. غادي تبقى تخصو تعاودوا اعاده الهيكله ديال الفروع وديال الكتابات الاقليميه.